تعال نشوف بقى الانترنال اوبليك. طبعا الناس الشاطره قوي يقول لك الاكسترنال ابدومينال اوبليك دي الاوريجن بتاعها كوستال والانسرشن بتاعها اليو انجوينال. هل حد يقدر يفسر لي الكلمه دي؟ الاوريجن كوستال يعني ايه؟ يعني ضلوع اللي هما اللور اتريبس. انسرشن اليو انسرشن ايه؟ اليو انجوينال يعني اللي هو الانجوينال ليجامنت، واليو يعني اليا كريست، انهي حته في الاليا كريست؟ الاوتر ليب. تمام التمام. طب تعالى بقى شوف لي عضله ثانيه الاوريجن بتاعها اليو انجوينال والانسرشن بتاعها كوستال، يعني ماشيه من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ من تحت لفوق. دي اللي اسمها ايه بقى؟ اللي اسمها انترنال ابدومينال اوبليك. يعني ايه كلمه الاوريجن بتاعها اليو انجوينال دي؟ يعني طالع من الليجامنت اللي اسمه انجوينال ليجامنت. معقوله؟ من الابونيوروزس بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبليك. ايوه، الابونيوروزس اتنى على بعض وعمل حاجه اسمها انجوينال ليجامنت، طلع منه عضله ثانيه جديده اسمها انترنال ابدومينال اوبليك. يبقى طالعه منين؟ طالعه من الانجوينال ليجامنت. انهي حته من الانجوينال ليجامنت؟ حاجه مهمه، لاترال تو ثيرد. وكلمه تو ثيرد هنا مهمه، يعني مش زي هاف، لانها هنشوف بعد كده دلوقتي الدنيا هتكمل ازاي بالترانسفيرسس. ماشي؟ يبقى من الانجوينال ليجامنت اللاترال تو ثيرد بتاعه بتطلع منه العضله اللي اسمها انترنال ابدومينال اوبليك. طب انا قايله لك اليو انجوينال، صح؟ ده انجوينال. فين الاليو بقى؟ الياك كريست. انهي حته في الالياك كريست يا ترى؟ اوتر ليب ولا انترميديت اريا ولا انر ليب؟ لا، انترميديت اريا. برضو انتيرو تو ثيرد بتاع مين؟ الالياك كريست. بقيتنا هو البوستيرور وان ثيرد، ده مش معايا. يبقى انا هطلع من اللاترال تو ثيرد بتوع الانجوينال ليجامنت، وهطلع من الانترميديت ليب بتاع الالياك كريست، وهطلع من فاشيه موجوده في الباك ممتده من اللاست ريب كده لحد الاليا كريست اسمها لامبر فاشيا. تمام؟ اللامبر فاشيا دي برضو العضله هتاخد منها اوريجين. يبقى اوريجين من ثلاث اماكن، اليو انجوينال ولامبر. حلو. وبعدين الفايبرز تمشي ازاي؟ زي ما قلت لك ابورد فورورد اند ميديالي، وده اللي الدكتور الجراح بيشوفه، صح؟ حلو قوي. تروح تعمل ايه بقى؟ نفس القصه بالظبط زي ما شفناها من قدام. هو الجزء الاولاني هي دلوقتي خدت اوريجين من هنا، صح؟ من الانجوينال ليجمنت، بس من اللاترال تو ثيرد بتاعه، شايف اللحم الاحمر؟ تمام التمام. ومن الاليا كريست، بس من الانر ليب بتاع الاليا كريست، اسفه، من الانترميديت اريا بتاعت الاليا كريست. والفايبرز طلعت زي ما اتفقنا. الفايبرز وهي طالعه كده بدات برضو فلاش، وبعدين قلبت ابونيوروتيك. يبقى بدأت برضو هي رايحة انسيرشن كده فليش لحمة احمر، وبعدين قلبت ابونيوروتيك. تمام؟ اقفل الباب لو سمحت. ماشي؟ طيب قلبت ابونيوروتيك، راحت عملت انسيرشن في مين بقى؟ قالك مبدئيا هي هتروح في النص كده علشان تشارك برضو في الخط الابونيوروتيك اللي موجود في الميد لاين بتاعنا اللي اسمه لينيا قلبة. جميل قوي. طب وبعدين الفايبرز وهي اسندنج؟ ده انا قايله لك في الاول الاكسترنال اوبليك كان الاوريجن بتاعها كوستال والانسرشن بتاعها اليو انجوينال. دي الاوريجن بتاعها اليو انجوينال والانسرشن بتاعها كوستال. يعني ايه؟ يعني الانسرشن بتاعها في الريبس. انهو ريبس بقى؟ قال لك اللاست 6 ريبس، بس للناس الشاطره قوي الجزء الفليش اللحم الاحمر يحصل الريبس اللي تحت ولا الريبس اللي فوق؟ احنا عندنا جزء فليش وبعدين جزء هيبقى ابونيوروتيك. الجزء الفليش اللحم الاحمر هيحصل الريبس اللي تحت، يبقى هيحصل اللور ايه؟ 3 ريبس دول اللي هم كام؟ 10 و11 و12. طيب والانسرشن واسفه والجزء الابونيوروتيك هيحصل انهي ريبس؟ اللي فوق اللي هم مين؟ 7 و8 و9. يبقى تاني نفتكر الاكسترنال اوبليك طالعه من اللور اتريبس، صح؟ بس من انهي سيرفيس بتاعهم؟ من الاوتر سيرفيس. العضله دي انسرشن بتاعها في اللور 6 ريبس بالطريقه بقى اللي اتفقنا عليها. الشاطر يقول السته مفيش مشاكل خالص، اللي مش شاطر يقول ايه؟ يقول يقسم التقسيمه بقى وكده. ماشي؟ طيب العكس طبعا. طيب تعالوا بقى نبص على حاجة ايه هي. قالك اللور موست بارت بتاع العضلة، اخر حتة من العضلة اللي اسمها
internal abdominal oblique دي يعمل ايه؟ قالوا يعمل فايبرز تلف كده، شايفينها بتلف ازاي يا دكاتره؟ بتلف حوالين السبرماتيك كورد في الميل. قلت لك الميل الولاد خارج من جسمه كده حاجه اسمها سبرماتيك كورد، تمام؟ الفايبرز دي تلف تعمل ارشنج فايبرز كده، اولها فليش للناس الشاطره قوي واخرها ابونيوروتيك، علشان تحوط السبرماتيك كورد ده، تمام يا دكاتره؟ يعني لو بصينا عليهم كده، تعالوا نبص للرسمه دي، ده انجوينال ليجامنت زي اللي احنا شفناه، تمام؟ قلت لك من اللاترال تو ثيردز بتوعه بيطلع العضله اسمها انترنال اوبليك تلف كده، تعمل فايبرز ارشنج اسمها كونجوينت تندون، ويعدي من المكان ده سبرماتيك كورد في الميل. واضح يا دكاتره؟ طب ليه سبحان الله ربنا خلق الارشنج فايبرز دي؟ ليه ربنا خلق الحاجه اللي اسمها كونجوينت تندون ده؟ انا بقول لك ده هيطلع منه، ده للناحيه الثانيه طبعا، ده الرايت سايد، هيطلع منه سبرماتيك كورد، صح؟ دلوقتي اثناء الكافينج، اثناء السنيزنج، انا دلوقتي بزود الانتر ابدومينال بريشر، مش ممكن الابدومينال فيسرا الانتستين تنزل للعيان كده من الفتحه اللي موجوده اللي انا قلت لك عليها، اللي موجوده في العضله اللي اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك. مش انا قايله لك العضله اللي اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك كان فيها فتحه كده بيخرج منها السبرماتيك كورد؟ ايوه. طب ما هي ممكن الانتستين اللي جوه الابدومين بتاعت العيان ده تنزل، حاجه بتحصل عيان كتير قوي 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 اسمها فتاء، لو تسمعوا عنها. فربنا سبحان الله خلق الارشنج فايبرز دي ليه؟ علشان لما الواحد يكح يعطس يزود الانتر ابدومينال بريشر، الانتستين اللي ممكن تنزل دي العضله لما تكون تراكت ايه؟ تقصر، صح؟ فلما تقصر تقفل المكان ده، حاجه اسمها في الطب سبحان الله شطر ميكانيزم، ربنا بيقفل القناه اللي بيطلع منها السبرماتيك كورد دي عشان ما يطلعش يعني كونتنتس انتستينال كونتنتس من الابدومين للسبرماتيك كورد. واضح يا دكاتره؟ طيب خلاص احنا النيرف سبلاي خلاص اتفقنا عليه، اللي هو الفايف انتر كوستال وساب كوستال. هل في حاجه هنزودها في الانترنال اوبليك؟ اه صح، اللي هم مين؟ اليو هايبوجاستريك واليو انجوينا، اللي هو برانشات بتاعه الايه؟ اللمبر نيرف. نيجي للعضله اللي بعد كده اللي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس. انا قايله لك قول لي كده العضله دي تطلع مين؟ اكسترنال اوبليك. ايه دليلك؟ طالعه من الاوتر سيرفيس بتاع الايه؟ الريبس، والدايركشن اوف فايبر بتاعها داون وورد فورورد اند ميديان. حلو قوي. طب والعضله اللي تحتها اللي احنا قاطعينها دي، دي اسمها انترنال ابدومينال اوبليك. تحتهم كله زي ما اتفقنا، كل واحده فيهم فليش قلبت ابونيوروزس، فليش قلبت ابونيوروزس، فليش قلبت ابونيوروزس، اتقابلوا في النص في اللينيا قلب. العضله اللي تحتهم اسمها ترانس فيرسس ابدومينس. انا قلت لك في الاكسترنال ابدومينال اوبليك اوريجين كوستال انسرشن اليو انجوينال، اليا كريست اوتر ليب وانجوينال يعني انجوينال ليج. قلت لك الانترنال ابدومينال اوبليك اوريجين اليو انجوينال ولمبر، دي زودناها صح كده، وانسرشن كوستال طلعت لحد فين؟ لحد الضلوع ومسكت فيها. طب امال بقى العضله اللي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس؟ قال لك ده الاوريجين اليو انجوينال وكوستال ولمبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عضله جايه من فوق نازله لتحت اكسترنال اوبليك، عضله جايه من تحت طالعه لفوق انترنال اوبليك، عضله جايه من فوق وتحت وماشيه بالعرض ترانسفيرسس ابدومينس. يعني ايه من فوق وتحت؟ يعني كوستال ويعني تحت، يعني اليو انجوينال وكمان لمبر بالعرض، كل ده واخده اوريجين من كل ده وماشيه بالعرض. حلو قوي. قالوا تعالوا نشوف بقى بالراحه كده اليو انجوينال ده يعني ايه؟ يعني انجوينال ليجامنت، صح؟ انهي حته في الانجوينال ليجامنت بقى؟ لاترال وان ثيرد، تمام؟ يبقى ليه بنقول كلمه لاترال وان ثيرد؟ عشان كده قلت لك خلي بالك من كلمه لاترال تو ثيرد دي. لاترال تو ثيرد دي العضله اسمها انترنال اوبليك من الابر سيرفيس بتاع الانجوينال ليجامنت ده. لاترال وان ثيرد دي العضله اللي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس، عشان كده كلمه تو ثيرد وان ثيرد دي مش كلمه عاديه. وشايف ملاحظ حاجه؟ الفايبرز بتاعتها هتلف رخره برضو تعمل كونجويند تندون، ونفس القصه بالظبط هتحصل دلوقتي، ماشي؟ طيب يبقى انا جايه من اللاترال وان ثيرد بتاع الابر سيرفيس بتاع الانجوينال ليجامنت، ومن انهي حته من الايليا كريست يا ترى؟ اوتر ليب ولا انترميديت اريا ولا انر ليب؟ لا انر ليب. حلو قوي.
وبعدين طبعا انتيرو تو ثيرد برضو، انا دايما بسيب الجزء البوستيرور ده، بقول لك ده اكشوالي ماسك فيه اللمبر فاشيا، تمام، وفي النص لمبر فاشيا، ومن فوق كوستال، يبقى اوريجين كوستال ولمبر وإليو انجواينال، وتمشي بالعرض، تمشي بالعرض، الفايبرز بتاعتها تمشي بالعرض. كوستال بقى طالعه منين يا ترى؟ قال لك بالانر سيرفيس بتاع اللور 6 ريبس، يعني من السيرفيس اللي جوه. ليه؟ لانها دي الانر موست ماسل. حلو قوي. وبعدين قالوا الفايبرز بتاعتها هتمشي داونورد هوريزونتالي فورورد، تمام، وبعدين تروح تعمل انسيرشن في نفس القصه اللي اتفقنا عليها، في الجزء الوايت اللي موجود كانت فليشي قلبت ابونيوروزس وعملت انسيرشن مع اختها اللي من الناحيه التانيه دي، قابلوا بعض في خط لونه ابيض اسمه لينيا قلبة. اللور موست فايبرز بتاعتها هتعمل ايه؟ هتلف برضو حوالين السبرماتيك كورد، الفايبرز دي تلف كده، اللور موست فايبرز بتاعتها تلف حوالين السبرماتيك كورد زي ما شفتوها هنا كده، تمام، فايبرز منها لفه لفه حوالين السبرماتيك كورد كده، هي ماسكه في اللاترال وان ثيرد، وفايبرز لفه، قلت لك اولها فليشي واخرها ابونيوروتيك زي الرسمه دي، عامله حاجه اسمها كونجويند تندون، علشان الشطر ميكانيزم اللي ربنا سبحان الله خلقه عشان يقفل حاجه اسمها انجواينال كانال دي في الميل. ماشي يا دكاتره. النيرف سبلاي بتاعهم زي ما اتفقنا اللور 5 انتر كوستال والسب كوستال. بما ان انا ترانسفيرسس ابدومينال، في حاجه ازودها؟ ايوه، الايديو هايبوجاستريك والايديو انجواينال اللي هم بيمثلوا مين؟ الفيرست لامبر نيرف. ماشي، بالتوفيق يا اولاد، وربنا يكتب لكم كل خير يا رب.